أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى قصة خليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان داعيا إلى التوحيد وأنه كان حنيفا ولم يكن مشركا بالله جل وعلا، وكيف وصل كذلك وكيف وصى بنيه بذلك ويعقوب صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ذكر الله جل وعلا هنا قصة بناء قصة تحويل القبلة. وتحويل القبلة النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر أن يستقبل بيت المقدس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء. فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فكان ذلك أول نسخ وقع في الإسلام للقبلة، يعني نسخت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وهذا هو يعني ثم واستقر أمر القبلة على هذا النسخ الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله جل وعلا ذلك ارتابت من ذلك اليهود كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني هذا الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فأنزل الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكان أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، صلاة العصر. فقام رجل ممن صلى معه فمر على قوم يصلون إلى قبلة القديمة، نعم، فقال: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم، يعني كانوا توجهون إلى بيت المقدس، فلما أخبرهم استداروا وهم في صلاتهم. فنسخت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وهنا ارتابت اليهود كما قال ابن عباس رضي الله تعالى يعني عنهما، قال يعني كما ثبت عنه من رواية علي ابن أبي طلحة فقال: وارتابت يهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والسفهاء جمع سفيه، نعم، والسفيه هو من اتسم بالسفه والجهل وقلة البصيرة، نعم. واختلف العلماء في ما المراد بقوله تعالى السفهاء: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، على ثلاثة أقوال لأهل العلم من المفسرين. القول الأول هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول مجاهد أن السفهاء هم اليهود، ارتابت اليهود فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طبعا يعني بيت المقدس كانت قبلة اليهود، فهذا القول الأول. وبه يقول ابن عباس ومجاهد أن المقصود بقول تعالى سيقول السفهاء من الناس هم اليهود، والقول الثاني هم يعني مشرك العرب قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، والقول الثالث هم المنافقون، نعم. والآية تعم هؤلاء جميعا، كل هؤلاء سفهاء، كل هؤلاء. وسمهم الله جل وعلا بالسفه لماذا؟ لأنهم اعترضوا على الشرع المنزل، هو النبي صلى الله وسلامه عليه يعني لا يستقبل القبلة إلا إذا لا يستقبل شيئا إلا إذا أمره الله سبحانه وتعالى، فإذا حوله الله عز وجل إلى غيرها فيجب الامتثال لأمر الله عز وجل، وامتثل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك العلماء
مسألة يعني هل النبي عليه السلام صلى إلى بيت المقدس ابتداء باجتهاد منه وبعد ذلك أمر الله جل وعلا أن يتحول إلى الكعبة، أم أن التوجه إلى بيت المقدس كان بأمر من الله عز وجل له ثم نسخ الله عز وجل ذلك؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما أن التوجه لبيت المقدس في الأول كان بأمر الله سبحانه وتعالى كما صرح بذلك ابن عباس، فأمره الله جل وعلا أن يستقبل بيت المقدس فاستقبله 16 شهرا أو 17 شهرا. ولله جل وعلا الحكمة البليغة، وسيبين الله جل وعلا شيئا من الحكم في ذلك في هذه الآيات. طبعا حين هاجر النبي صلى الله وسلامه عليه كان أكثر أهل كانت اليهود أكثر أهل المدينة. اليهود كانوا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اليهود أكثر أهل المدينة، يهود يعني كانت المدينة مركزا لهم. فكان من حكمة الله عز وجل البالغة أن يستقبل النبي صلى الله وسلامه عليه بيت المقدس، ففرح بذلك اليهود لأن النبي صلى الله وسلامه عليه استقبل قبلته. فلما حوله الله جل وعلا قالوا ما ولاهم عن قبلتهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ما الذي جعلهم يتركون القبلة التي كانوا عليها؟ حين تقول ولاني فلان يعني ما معنى ولاني فلان؟ يعني تركني. إذن وسم الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس، وعلمنا أن المراد بالسفهاء يشمل اليهود ويشمل منافق العرب ويشمل كذلك المشركين. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، والقبلة هي كل ما قابلك بوجهك، وسميت القبلة التوجه إلى بيت الله الحرام قبلة لأنك تستقبلها بوجهك. فأنت تقول قابلت فلانا إذا واجهته بوجهي، يعني صار يعني صرت أنت وهو متقابلين، يعني أنت قبلة له وهو قبلة لك لأنكما متواجهان بالوجوه. فالقبلة سميت قبلة لأنك تقابلها بوجهك، تستقبلها بوجهك. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني لماذا تركوا القبلة إلى بيت المقدس واتجهوا إلى الكعبة؟ قل لله المشرق والمغرب، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله وسلامه عليه أن يخبرهم بأن الله جل وعلا هو مالك المشارق والمغارب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى. والنبي صلى الله وسلامه عليه حين استقبل القبلة الأولى فكان ممتثلا لأمر الله عز وجل، وحين حوله الله جل وعلا إلى قبلة أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم نعم كان كذلك ممتثلا. لذا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم الصراط الذي لا اعوجاج فيه، وفيه دلالة أن تحويل النبي صلى الله وسلامه عليه إلى بيت المقدس هذا هو الصراط المستقيم الذي اختاره الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهنا يعني ذكر المفعول ولا لا؟ ذكر المفعول. أين المفعول؟ من؟ يعني الفعل يهدي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على لفظ يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء. طيب كيف يعني إذا قرأت هذه الآية وقرأت الآية التي في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ ذكر المفعول. لم يذكر المفعول هنا في الدعوة، لأن دعوة عامة لجميع الناس. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو الناس جميعا إلى جنان، لكن الهداية خاصة، ولذلك ذكر المفعول فيها ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا الهداية خاصة، نعمة عظيمة. ولماذا خص الله جل وعلا الهداية؟ لأن الله جل وعلا لا يعطيها إلا لمن يستحق، لكن يدعو من يستحق ومن لا يستحق، فالدعوة عامة لكن الهداية خاصة، لتعلم فضل الله عز وجل عليك إذا هداك إلى الإيمان وإذا هداك إلى معالم دينه القوي، فتعلم منته عليك خاصة في ذلك. لذا قال جل وعلا يهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم. وهذا الكلام قل لله المشرق والمغرب كما قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى 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 آخر الآيات. إذن المسألة يعني مش فقط أنت تتولى إلى المشرق والمغرب، أنت تتولى تتجه حيث أمرك الله جل وعلا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر يعني امتثل أمر الله جل وعلا فيتوجه حيث وجهه الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك يعني كما هديناكم إلى هذه القبلة العظيمة هي قبلة الخليل صلى الله عليه وسلم، نعم، وهي التي يحبها الله جل وعلا لعباده، كذلك جعلناكم أمة وسطا. والأمة الوسط، الوسط في كلام العرب الخيار والعدول، الوسط في كلام العرب الخيار والعدول، ومنه قول العرب قريش أوسط العرب نسبا يعني أفضل العرب نسبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوسط قومي نسبا وشرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو نسب في قومه يعني له نسب كبير صلوات ربي وسلامه عليه. ومنه قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهي صلاة العصر أفضل الصلاة، نعم، من أفضل الصلوات. إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني الوسط في كلام العرب الخيار والعدول، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لتكونوا شهداء على الناس. يعني جعل الله عز وجل هذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس كما ثبت في الصحيحين بأن الأنبياء يوم القيامة حين يسأل نبي يوم القيامة هل بلغ قومه أم لا، فإنهم يستشهدون بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يشهدون لجميع الأنبياء بأنهم بلغوا الأمانة وبأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ويشهد النبي صلى الله وسلامه عليه على هذه الأمة كذلك. لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس بأن الله جل وعلا جعل على مجموع ألسنة هذه الأمة، أجرى الله عز وجل الحق على ألسنة هذه الأمة، ليس على الفرادة لا، وإنما على مجموع الأمة. ولذلك ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي الأسود رضي الله يعني رحمه الله تعالى قال أتيت المدينة فوافقتها وبها يعني مرض شديد فهم يموتون موتا زيعا، يعني وافق المدينة والمدينة فيها وباء والناس فيها يموتون موتا زيعا. قال فأتيت عمر بن الخطاب، قال فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمرت جنازة أو جنازة يعني هي بالفتح والكسر، فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت. ثم مرت ثانية فأثني عليها، ثم مر بالثانية فأثني عليها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت. ثم مر بالثالثة أي يعني مرت ثالثة فأثني عليها شرا يعني يسأل الله السلامة والعافية، فقال عمر رضي الله عنه وجبت. فقلت يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ قال إني قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت عليه يعني جنازة، فقال النبي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بالخير وجبت له الجنة. قلنا يا رسول الله وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. أيما مسلم شهد له أربعة بالخير وجبت له الجنة. الله أكبر.
وثلاثة؟ قال وثلاثة صلى الله عليه وسلم. واثنان؟ قال واثنان صلى الله عليه وسلم. ثم لم نسأله عن الوحي. وروى ابن مرضوية وابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه قال: تشركون أن تعلموا خياركم من شرائكم؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ يعني كيف؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض، وهذه أيضا ثبتت في رواية في صحيح مسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أنتم شهداء الله في الأرض، وكذلك قوله: لتكونوا شهداء على الناس، أن الله جل وعلا أجر الخير على أجر الحق على ألسنة هذه الأمة. ولذلك ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتمع أمتي على ضلالة، لأن الله جل وعلا عصم الأمة في مجموعها، لم يعصمها في أفرادها، وإنما عصمها في مجموعها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يبين الله جل وعلا. الكلام ده الأمة هنا إيه؟ أمتي الإجابة ولا أمة الدعوة؟ وهو هنا وقال هناك فرق بينهما، فرق كبير. أمة الدعوة تشمل كل الناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لليهود للمسلمين لليهود والنصارى وعباد الوثن، كل دول أمة الدعوة، لكن أمة الإجابة المسلمون فقط الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وطبعا الشهيد لابد أن يكون عدلا، وإلا إذا كان الشهيد فاسقا فإنه لا تقبل شهادته. ولذلك قدم الله جل وعلا لشهادة الأمة بأنهم هم يعني جعلناكم أمة وسطا، والوسط هم الخيار والعدول. ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه كما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم بيّن الله جل وعلا حكمته، بعضا من حكمه في تحويل القبلة، فقال جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي التوجه إلى بيت المقدس. وهذا يدل على أن التوجه إلى بيت المقدس كان بوحي من الله جل وعلا، وليس كما يقول البعض من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى بيت المقدس اجتهادا منه، والصحيح بأنه كان متوجها إلى بيت المقدس بأمر الله تعالى. لذا قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. وهذا قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بأمر الله جل وعلا له. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني بيّن الله جل وعلا لماذا شرع أولا، لماذا كان من حكمته أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس ثم يحوله بعد ذلك إلى الكعبة. قال لماذا؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب هو رب العالمين يعلم ولا لا يعلم؟ هو رب العالمين يعلم أشياء قبل وقوعها، أم أنه لا يعلمها إلا بعد وقوعها؟ لا يعلم الأشياء قبل وقوعه، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يعني قبل خلق السماوات المقادير مقدرة، وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول في التوجه إلى القبلة الأولى، وكذلك حين يؤمر بالتوجه إلى القبلة الثانية يتوجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتابع النبي صلى الله وسلامه عليه، لأنه يعلم أنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ممن ينقلب على عقبيه، ممن يرتد عن دينه بسبب تحويل القبلة. إذن إلا لنعلم، يعني معناها يظهر هذا الأمر، يتميز المؤمن من الكافر، من المنافق الذي أو الكافر الذي يرتد على عقبيه. هو رب العالمين يعلم، لكن يظهر هذا الأمر بين الناس، لأن من سنن الله عز وجل أنه لا يدع المؤمنين
مختلطة صفوفهم، مختلطة صفوفهم أبدا. ما كان الله ليضع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا من سنن الله جل وعلا أن يميز ويمحص الصفوف. وهنا يأتي دور المحن والابتلاءات والأوامر العظيمة كمثل هذا الأمر التي يحدث لها إيه؟ تمييز وتمحيص للصفوف، فيتميز المؤمن الذي يتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويتميز الكافر أو المنافق. لذا قال إلا لنعلم. إذا مسألة القبلة الأولى ونسخ هذه القبلة، القبلة من حكم هذا النسخ، حكم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت هنا الضمير يعود على ماذا؟ وإن كانت التحويل القبلة، وإن كانت لكبيرة، شيء عظيم جدا إن القبلة التي كانوا يتوجهون إليها تحول إلى شيء آخر. هذا أمر يصعب على النفوس، إلا على الذين هدى الله، إلا على المؤمنين الذين يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه يمتثل لأمر ربه تبارك وتعالى، وهنا تطيب نفوسهم فيتوجهون حيث وجههم الله سبحانه وتعالى. لذا قال وإن كانت لكبيرة، يعني مسألة تحويل القبلة كبيرة على النفوس، إلا على الذين هدى الله. طيب والناس الذين صلوا إلى القبلة، حدث هنا مسألة. طيب لما نزل تحويل القبلة فسأل الصحابة طيب وإخواننا الذين صلوا قبل ذلك إلى القبلة، فقال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل ذلك، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية من شواهد أهل العلم، من شواهد العلم على أن الإيمان يطلق على أن الإيمان يشمل العمل، ولذلك أطلق الله جل وعلا الإيمان هنا على الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني لم يكن الله جل وعلا ليضيع إيمانكم. وهذا يدل على أن الله جل وعلا يحفظ عباد المؤمنين ويحفظ عليهم أعمالهم سبحانه وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإحنا تكلمنا في مسألة الخواتيم يعني تفهمها في ضمن هذه الآية، يعني حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الرجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. مش معناه إن المؤمن ينقلب أحواله، لا، تفهمها أن هناك شيء، هذا فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار، لكن الله جل وعلا يعلم من قلب هذا شيئا فانقلبت عليه أحواله، لكن المؤمن يحفظ الله عز وجل عليه عمله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ثم ختم الله الآية إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طبعا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بالناس هنا هل رب العالمين بالناس رؤوف رحيم؟ ولا الناس هنا من العام الذي يراد به الخصوص، إن المقصود هنا هم إيه؟ هم المؤمنون، كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو ممكن يأتي لفظ العام ويراد به البعض، نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا، الذين قال لهم البعض هم من الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأن أبا سفيان حيرجع، إن الناس قد جمعوا لكم ناس، من هم؟ أبو سفيان وزمراته. إذن قد يأتي اللفظ العام ويراد به الخصوص، كذلك إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لأن الله جل وعلا ليس بالكفار رؤوفا رحيما سبحانه وتعالى، وإنما فقط بالمؤمنين رؤوف رحيم كما دلت على ذلك الآيات. والرؤوف هو اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن إثبات صفة الرأفة لله جل وعلا، والرحيم كذلك اسمه سبحانه وتعالى ويتضمن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل.
إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وابن عباس رضي الله عنهما كما مر علينا قال أول ما نسخ من القرآن هي القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن يصلي أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء. ولذلك النظر للسماء سنة، نظر للسماء للتأمل والتدبر، كما ثبت عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينظر إلى السماء صلوات الله وسلم عليه متدبرا متأملا. فأنزل الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد حرف وتحقيق إذ ذكرت عن فعل المضارع فادت التحقيق، وقد تدخل على الماضي أيضا يعني وتفيد التحقيق، وأحيانا تدخل على الماضي وتفيد القرب، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إذن لكن هنا تفيد التحقيق، يعني تحقق تقلب وجهك في السماء، يعني كثير ينظر من السماء. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام أي قبل المسجد الحرام. وهل المقصود هنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هل المقصود هو إصابة عين الكعبة، أم أن المقصود هنا هو يعني هو قبل المسجد الحرام، يعني شطر يعني جهة المسجد الحرام؟ قولان لأهل العلم، والصواب هو القول الثاني لأنه يتعذر. ومنهم من جمع يقول الذي يرى الكعبة الذي يرى الكعبة فإنه يستقبل عينه، يعني حين تصلي في المسجد الحرام فطبعا الكعبة يبقى يجب عليك أن تستقبل عينه. أما حين تكون بعيدا أو في سائر أقطار الأرض فتولي وجهك شاطرة، يعني جهة طبعا المسجد الحرام ما هتولي جهة إيه؟ جهة مكة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، وسواء كنتم في مكة أو في مشارق الأرض ومغاربها فولوا وجوهكم شطر. شطر يعني قبلة جهته. وهنا يعني اختلف العلماء في مسألة النظر في الصلاة في السجود، في مسألة النظر في الصلاة. فالمالكية استدل بهذه الآية على أن النظر في الصلاة يكون إلى في جهة الأمام، ليكون إلى جهة السجود، لأن الله جل وعلا يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجمهور أهل العلم يرون أن النظر يكون في محل السجود، والصواب قول الجمهور في هذه المسألة. لماذا؟ لأن فولي وجه شطر المسجد الحرام يعني استقبل جهة المسجد الحرام، وليس المقصود بذلك هو النظر كما ذهبت المالكية. صحيح أصوب القولين في ذلك هو ما قاله الشافعي وأحمد والجمهور أن النظر في الصلاة يكون في محل السجود، وقوله تعالى فولي وجهك شطره يعني قبله أو جهته. وإن الذين أوتوا الكتاب، هنا وهنا حيأتي يتجه السياق لماذا؟ لذم اليهود حين أنكروا تحويل القبلة. وإن الذين أوتوا الكتاب، وإن الذين أوتوا الكتاب يعني من قبلكم وهم اليهود، ليعلمون أنه الحق من ربهم، ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون من كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي الذي هو يعني مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل سيستقبل الكعبة قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يعلمون ذلك من كتبهم. لذا قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، ويعلمون كذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يوحى إليه، وأن صفته مذكورة في كتبهم. إذن هذا ذم لليهود الذين قالوا إيه؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب هم عندهم في كتبهم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سيستقبل بيت الله الحرام. لذا قال جل وعلا وما الله بغافل عما يعملون، يتوعدهم الله جل وعلا ويتهددهم، وما الله بغافل عما يعملون، هذا فيها وعيد من الله جل وعلا لهم على ذلك، كما قال جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وما الله بغافل عما يعملون.
وحين يعني حين حولت القبلة، أنا ذكرت لكم أن في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أول صلاة صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، وصل الخبر قباء في صلاة الفجر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح، بينما الناس يصلون الفجر إذ أتاهم آت قال أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، فصلى إلى الكعبة فتوجهوا إلى الكعبة. صلوا صلاة إيه؟ الصبح. طب والصلاة العصر اللي صلوها والمغرب والعشاء وبعد صلاة الفجر صحيحة ولا لا؟ صحيح. ولذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وهذا استدل به العلماء على أن العمل بالأمر الناسخ لا يكون إلا بعد العلم به. ما معنى هذا؟ يعني النسخ قبل كان في صلاة إيه؟ العصر، وصل الخبر قباء في صلاة الفجر. الصلوات التي صلوها هذه صلاة صحيحة، لأنهم لم يبلغهم هذا الأمر إلا في صلاة الفجر. يبقى الصلاة قبل ذلك، إذن الصلاة قبل ذلك صلاة إيه؟ صحيح. ومعنى هذا إن العمل بالأمر الناسخ لا يكون إلا بعد العلم به. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وهنا يخبر الله جل وعلا عن كفر اليهود ومخالفتهم وتمردهم على الله عز وجل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لعنادهم وكفرهم وتمردهم على الله عز وجل. وما أنت بتابع قبلتهم، يعني لأنك تتمسك بالحق المنزل إليك من السماء. فكما أن هؤلاء يتمسكون بالباطل الذي هم عليه وبالتمرد، فأنت في الجهة المقابلة تتمسك بالحق المنزل إليك. لذا قال وما أنت بتابع قبلتهم، لأن الله جل وعلا حولك عن ذلك. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وبينهم وبين أهل الكتاب كما قال جل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، بأن الإنجيل يصدق التوراة، ومع ذلك تكفر كل طائفة الأخرى. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم يحذر الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه، يحذر أمته. وطبعا التحذير هنا للأمة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم، احنا ذكرنا بأن الهوى الأهواء جمع هوى، والأصل بأن الهوى هو ما يهواه الإنسان، لكن إطلاق الأهواء في القرآن يطلق على الهوى المذموم المصادم للشريعة. واحنا ذكرنا الفرق بين هوية يهوى هوى إذا أحب شيئا، وبين هوى يهوي هويا إذا سقط. فالأهواء معناها إيه؟ معناها الآراء المصادمة للشرع، المخالفة للشرع. فيحذر الله عز وجل الأمة، لا سيما العلماء منهم، يحذرهم الله جل وعلا، لأن العالم عنده من يعني العالم عنده من الحجج ما ليست عند غيره. فيحذر الله جل وعلا الأمة لا سيما العلماء منهم أن يتركوا الحق الذي يعلمونه ويتبعوا الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يعني لو رجعت إلى القبلة مرة ثانية التي وجهناك لغيرها من بعد ما جاءك، لأن هذا هوى كان يهوان مصادم للشرع، إنك إذا لمن الظالمين. وليس هذا فقط في القبلة، ولذلك عمم الله جل وعلا هذا الأمر. ولئن اتبعت أهواءهم عموما، العالم الذي يترك الحق الذي هو عليه ويتبع الأهواء المصادمة للشرع، إنك إذا فهو إذا يعني إذا 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 فعل ذلك لمن الظالمين. لمن الظالمين للتأكيد. لماذا؟ لأنه ترك الحق الوحي المنزل من السماء لأهواء الناس. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي سياق توبيخ اليهود،
كيف لم يطيعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لهم يعرفونه كما يعرف، يعني يعرفون أنه نبي يوحى إليه من السماء بصفاته الخلقية والخلقية كما يعرف أحدهم ابنه. والعرب يعني تضرب المثل في صحة الشيء بإيه؟ بهذا المثل، يقول لك فلان ده يعرف المسألة، يعرف هذا الأمر كما يعرف ابنه. هو كل واحد منكم يسأل نفسه سؤال، لو واحد عنده ابنه بين الناس هل يختلف عليه ابنه بين الناس، ولا مهما كان في آلاف من الناس لا يختلف عليه ابنه ولا لا؟ لا يختلف عليه ابنه. إذا العرب تضرب المثل بصحة الشيء بهذا، يعني فلان يعرف هذا الأمر كما يعرف ابنه. لذا قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه هو اليهودي الذي أسلم، كان قبل ذلك يهوديا، كان حبرا من أحبار اليهود. فسئل هل كنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل كنت يعني تعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أعلمه كما أعلم ابني، يعني لا يختلف علي. ولذلك حين رأى آمن به وصدقه، وهذا من توبيخ اليهود. الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم يعني موصوفا بصفاته الخلقية والخلقية، وخاتم النبوة صلى الله وسلم عليه بين كتفي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء يختمون بهذا الخاتم. فعرفهم بذلك الناس الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طب إذا كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لماذا التمرد والعناد إلا بسبب كفرهم وتمردهم على الله عز وجل؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في كتبهم، وهم يعلمون أنه صادق في ذلك. ولماذا قال وإن فريقا منهم؟ لأنه ليس كلهم على ذلك، ما آمن منهم أناس، صحيح الذي آمن منهم قليل، لكن آمن منهم أناس. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهم الجمل هنا حالية، مبتدأ والخبر يعني جملة حالية، يعني يكتمون مع كونهم يعلمون، فتزداد مصيبتهم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هنا يثبت الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن ما جاءك هو الحق، فتمسك يثبت أمته ويثبت المؤمنين معه. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لا تشكن أبدا في أي أمر أمرك الله عز وجل به، لأنه الحق كما قال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ولكل وجهة هو موليها، يعني لا تنشغل بهؤلاء. ولكل، لليهود وجهة وللنصارى وجهة، والله جل وعلا هدى هذه الأمة إلى الوجهة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولكل، يعني لكل أمة من الأمم وجهة هو موليها سبحانه وتعالى. هو الذي خذل اليهود فكفروا بالله، وخذل النصارى فكفروا بالله، وهدى المؤمنين فامتثلوا أمر الله عز وجل. إذن لا تنشغل بهؤلاء، ليس عليك هداهم. المقصود من آية هو هذا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولكل وجهة، يعني لكل فريق من الناس، اليهود وجهة والنصارى وجهة، هو ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يعني لا تنشغلوا بهؤلاء، وانشغلوا أنتم بتحصيل طاعة الله عز وجل، فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات والطاعات لله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني كما قال جل وعلا، يعني أينما تكونوا، يعني كما قال جل وعلا، يعني ولو كنتم في بروج، أينما تكونوا دعكم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. كذلك يقول الله جل وعلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني أنكم صائرون إلى الله لا محالة،
ومبعوثون إليه محلا فاستغلوا أعماركم في الدنيا، لا تنشغلوا بفلان ولا علان ولا باليهود ولا بغيرهم، وإنما فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. فلذلك هدى المؤمنين لأنه على كل شيء قدير، هدى قلوبهم ولم يهدي غيرهم لأنهم لم يستحقوا الهداية في ذلك. خزل أولئك وهدى المؤمنين لأنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.